عقب انتهاء تدريب فريق النادي الأهلي، يسعدني أن يكون معي في هذه الأثناء مستر ديفيد داسيزا، المدرب العام لفريق النادي الأهلي. مستر ديفيد، قناة النادي الأهلي، وفترة الماضية يعني توليت المهمة في غياب مستر ريني فايلر، بنشكرك على هذه الفترة وطمنا على حالة الفريق. ميرسي بوكو، اشكركم شكرا جزيلا. كان شرف ليا وكانت مسؤوليه كبيره ان اتحمل مسؤوليه اللعيبه بعد فتره توقف 3 شهور. اعتقد انهم اشتغلوا كويس الفتره دي، واعتقد نتاج فتره الاعداد كان باين بعد اسبوعين من العمل. مستر ديفيد، يعني حطينا في الصوره اكتر، يعني طمنا على حاله الفريق، حاله اللاعبين. طريقه التواصل كان مع مستر فايلر خلال الفتره الماضيه ازاي؟ alors la coordination avec Vailler c'était tous les jours. احنا اول فتره احنا على طول يعني في تنسيق دائم مع فايلر، ودايما بحدث له معلوماته عن اللاعبين وبقول له الوضع ايه. الفتره الاولانيه خاصه اول اسبوع كنا حاولنا قدر الامكان نرجع لعيبه لوضعها الطبيعي، واول اسبوعين كان شغل عشان ترجع تاني للمستوى اللي كنت فيه قبل التوقف. ده الشغل اشتغلناه في اول اسبوعين. مستر ديفيد، بعد فتره التوقف والعوده لاستئناف النشاط، ظهر لاعب النادي الاهلي بحاله بدنيه وحاله فنيه اكثر من رائعه، لاقت استحسان الجميع. ده اكيد كان طبقا لبرامج شغالين عليها خلال فتره التوقف. هو فعلا كان في برنامج احنا حاطينه ليهم بيشتغلوه في فتره التوقف في بيوتهم، لان فتره التوقف 3 اشهر دي فتره كبيره جدا. اعتقد في تاريخ كره القدم ما حصلش ان في فتره توقف كانت بالوقت ده كله 3 شهور من غير اي تدريب خالص. بس احنا لحسن حظنا لعيبتنا لعيبه جد ومحترفين ومتحملين المسؤوليه. البرنامج اللي نهولهم نفذوه بحذافيره في البيوت، وهم رجعوا لقى نتيجه البرنامج ده كويسه عليهم. كان المسؤوليه مش صعبه ان احنا نرجعهم للمستوى اللي كانوا فيه قبل التوقف. بعد فترة التوقف والعودة، المستر ديفيد سيزا كان حريص انه يكون متواجد وللحديث مع طبيب التغذية بالنادي الاهلي عشان يعرف الملف بتاع كل لاعب خلال فترة التوقف كان بالتغذية بتاعته كانت ماشية ازاي. بالفعل احنا كنا قعدت معاهم مع مسؤول التغذيه بعد ما رجعنا، بس برضو فتره التوقف وخلال طول السنه كنا في تنسيق دائم معاه وفي اتصال دائم معاه، بنعرف حاله اللاعبين. وهو بصراحه هو شخص محترف وعلى مستوى عالي جدا، وساعدنا نوصل باللعيبه المستوى البدني اللي هم الكويس اللي فيه والوزن الكويس اللي هم فيه بسبب نتاج شغله. هو علاقته كويسه كمان باللعيبه، وده ساعدنا في المستوى الكويس اللي احنا فيه دلوقتي. مستر ديفيد، عودة الحياة لطبيعتها شفناها في كل دوريات العالم، عودة النشاط في مصر، شايف شكل المنافسة في الدوري ازاي، وايضا الاستعداد لمباراة دور نصف النهائي امام فريق الوداد في البطولة الافريقية. Alors c'est clair qu'avec club comme Al Ahly il faut toujours essayer de tout gagner. بالنسبه لبطوله الدوري طبعا احنا عندنا افضليه كبيره ان احنا متصدرين بعدد نقاط كبير عن اول واحد بعديها في الترتيب، اول فرقه بعديها في الترتيب. بس حسابيا صعب تقول ان احنا خدنا البطوله، لان البطل اللي عايز ياخد يكسب اللقب لازم يلعب كل مباراه بنفس الجديه ويكسب اكبر عدد مباريات لغايه لما يحقق اللقب. اما بالنسبه لبطوله افريقيا فاعتقد عندنا فرص كبيره ان احنا نحقق اللقب، بس طبعا يلزمنا يكون عندنا حظ سعيد وتوفيق من عند ربنا عشان نقدر نفوز. الاربع فرق قويه واحنا ليها فرصه، بس نتمنى يكون الحظ يقف بجانبنا عشان نحقق الفوز في مباراتين ونكسب كاس افريقيا. مستر ديفيد، دايما في كلامك بتقول مستر فايلر واحنا كمجموعه عمل فخورين ان احنا موجودين جوه النادي الاهلي، وبنشعر بالفخر وخصوصا ثقه الجماهير النادي الاهلي فينا، وده شيء بيسعدنا ويخلينا نطلع اقصى ما عندنا في العمل. نو سي فري مي جو بونس اهلي سي ان جران كلوب. وبالفعل طبعا احنا سعداء احنا موجودين في نادي زي النادي الاهلي. نادي الاهلي نادي كبير وعظيم وصيته في العالم كله، الناس كلها عارفه في العالم. نادي الاهلي ده نادي من اكبر الانديه، واحنا بنيجي هنا بمنتهى السعاده كل يوم ان احنا سعداء احنا بنشتغل كجزء من نسيج النادي، كجهاز فني للنادي زي النادي الاهلي، وفي نفس الوقت عندنا الحميه والحماس ان احنا نحقق افضل نتائج عشان نحقق نتائج بننتظرها من الجماهير. مستر ديفيد، انطباعك عن اللعيبه الناشئين اللي تم تصعيدهم من قطاع الناشئين للفريق الاول، شادي رضوان، محمد فخري، ومحمد شكري، وقبليهم عربي بدر ومصطفى شوبير. وطبعا اللعيبه الشباب الناشئين عندنا موهوبين جدا في النادي، واللعيبه اللي حضرتك ذكرت اسمائهم دي لعيبه موهوبين، وخليهم يتمرنوا معانا عشان ياخدوا حس الملعب. لكن طبعا لازم نعترف ان فريق النادي الاهلي فيه لعيبه كبيره، صعب جدا بالنسبه للناشئين او الشباب اللي هنتكلم عنهم دول ان هم ياخدوا فرصتهم يكونوا اساسيين في ظل وجود اللعيبه الكبار دول. بس احنا واجبنا تجاه الناشئين والشباب ان احنا نديهم فرصه ونهتم بموهبتهم وندخلهم في الاجواء عشان لما تيجي فرصتهم يبقى عندهم الخبرات اللي ممكن تسمح لهم ان هم يشاركوا مع زمايلهم.
أخيرا مستر ديفيد، توعد أكثر من 70 مليون أهلاوي جماهير النادي الأهلي داخل مصر، وكل الجماهير جماهير النادي الأهلي في كل مكان في العالم، توعدهم بإيه وتقول لهم إيه؟ Mais moi j'ai vu combien vous aimez cette club là, c'est un club spécial. انا لاحظت طبعا قد ايه انتوا بتحبوا النادي الاهلي وقد ايه النادي نادي كبير، وطبعا انك تمر في نادي زي النادي الاهلي بيضع على عاتقنا مسؤوليه كبيره، واحنا هنبذل قصارى جهدنا نقدر اوعد بيه ان احنا نشتغل بمنتهى الاحترافيه عشان نحقق افضل نتائج، عشان تبقوا فخورين بيها والنادي يكبر اكتر ما هو كبير ويحقق افضل نتائج. نشكرك مستر ديفيد ونتمنى لك التوفيق، وان شاء الله مزيد من البطولات لفريق النادي الاهلي ومزيد من البطولات ليكم كمجموعه عمل وكجهاز فني. شكرا. اعزائي مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي، ده كان لقائنا مع مستر ديفيد سيزا المدرب العام لفريق النادي الاهلي. اتكلمنا في الكثير من الامور، وضحنا الكثير من الامور، اطمنا على حاله لاعبي النادي الاهلي، استعدادهم للفتره القادمه، ايضا شكل المنافسه ان شاء الله في بطوله الدوري وايضا في البطوله الافريقيه. كل التوفيق لفريق النادي الاهلي، كل التوفيق لجهازه الفني، كل التوفيق لكل جماهير النادي الاهلي، وان شاء الله نفرح بالمزيد والمزيد من البطولات لفريق النادي الاهلي.